Hello, grade 12. In this video, we will be discussing the summary making. رح نتكلم عن التلخيص. شنو هو التلخيص؟ التلخيص عبارة عن فقرة تحتها سؤال. هذا السؤال له أربع إجابات بالفقرة. شنو لازم أسوي؟ التلخيص بالإنجليزي مو نفس التلخيص بالعربي، نركز شوي. التلخيص بالإنجليزي إن أنا لازم أجاوب السؤال اللي موجود إني ألقى أربع إجابات حقه بالفقرة اللي عندي. يعني الفقرة اللي موجودة راح تصير أقل، راح تصير مختصرة، راح تصير to the point إن أنا عندي only four sentences. راح تقرون يبون four sentences، أربع جمل. بالsummary making أول شيء أقرأ السؤال قبل لا أقرأ الفقرة. لما أقرأ السؤال قبل لا أقرأ الفقرة وأي أقرأ الفقرة اللي حاط لي إياها راح أستوعب إنه إي والله هذا جواب، وهذا بعد جواب حق السؤال، وأيضا هذا جواب. فدايما عشان ألقى الأربع إجابات اللي يبيهم مني بالتلخيص أقرأ السؤال بعدين أقرأ التكست. بالسمري بالتلخيص حتى لو لقيتوا الأربع إجابات don't copy paste، لا تسوون copy paste حق الإجابات. بدل لا أسوي copy paste حق الإجابات لازم أسوي paraphrasing. شنو يعني paraphrase؟ يعني أنا الحين قريت السؤال مال التلخيص summary making، قريت السؤال، قريت الفقرة وحددت أربع إجابات موجودين بالفقرة، ما أخذهم copy paste، I paraphrase، يعني أكتبهم بأسلوبي أو بطريقتي أو أغير فيهم، ها مني منك. الحين نشوف شلون طريقة إن أنا أغير. عقبها هي أكتبهم في جمل كاملة على شكل فقرة، مو نقاط مو كلمات، لازم يكونون فقرة. وما أضيف شيء مو موجود، ما أضيف رأيي، حتى لو الموضوع اللي حاطه عجبني وأنا أعرف وايد بهالموضوع وايد شدني الموضوع، ما أضيف إجابات مو موجودة. أنا بس بلخص الفقرة اللي هو معطيني إياها، ما راح أستخدم شيء من عندي غير اللي موجود، وأكتبهم على شكل فقرة كاملة. راح نسوي تدريب مع بعض، بس أول شيء خنشوف شلون نسوي paraphrasing. How do I paraphrase؟ شنو يعني paraphrase؟ يعني أنا لما ألقى الإجابة ما أخذها copy paste، أغير فيها شوي بحيث إنها تصير كأنه بأسلوبي بطريقتي. أقدر أول طريقة أغير كلمة كلمتين بالجملة من الكلمات اللي مألوفين عندي أو اللي أعرفهم. مثلاً كلمة eat بدال eat أحط gulp أو swallow. أقدر أقول مثلاً بدال talk speak أو tell، بدال listen hear. أغير الكلمات اللي أنا أعرفهم أو اللي مألوفين عندي. فلنفرض الفقرة اللي جت في جملة من الجمل أو إجابة من الإجابات ما عرفت أغير ولا كلمة أو ما لقيت كلمات بديلة حق الكلمات اللي موجودة. أسهل شيء ثاني أقدر أسوي إن أنا أقلب الجملة، أغير الجملة من active لpassive، إذا هي passive أحولها active، أقلب الجملة، أبدي فيها عكس، بدل لا أبدي بالفاعل أبدي بالobject. ما عرفت أغير الجملة، أقدر بكل بساطة إذا الكلمة عندي verb أحولها noun، إذا هي noun أحولها adjective. مثلا إذا عندي كلمة happy، happy adjective سعيد، أقدر أغيرها happiness سعادة noun. ما عرفت أسوي ثلاث الأشياء هذه اللي موجودة، أغير الconnectors. مثلا كلمة that هم معناها which، كلمة and معناها also، وأضيف دائما بالسمري بداية الجمل first، moreover، also، furthermore، however، هذين الكونكترز أبدي فيهم كل جملة عشان يصير عندي فقرة مترابطة. خنشوف مثال، خلنا نفرض هذه جملة من الجمل اللي أنا راح أستخدمها. شلون أغير الجملة هذه بأسلوبي؟ عندي كلمة، عندي جملة عفوا، Bill is a famous writer. أعرف كلمة famous كلمة ثانية حقها well-known، well-known، فأقدر أقول Bill is a well-known writer. أنا هني بس شفتوا، بس غيرت هذا لهني، غيرت كلمة صارت الجملة غير،
صارت paraphrased آخذ درجة كاملة حق هذه الجملة. الجملة الثانية مثلاً، إحنا غيرنا vocabulary، خلينا نشوف إذا بغير لي passive. The teacher corrected the exam papers. يعني بدينا بـ the teacher، بعكس the exam papers were corrected by the teacher. عكست هني الجملة، بديت بـ the exam papers، إن الأبلة صلحتهم. بدل أقول الأبلة صلحت، أقول تصلحوا من قبل الأبلة، فهني عكست الجملة. طريقة ثانية حق استخدم حق الـ paraphrasing في التلخيص، إن أغير الـ word class. مثلاً The students were happy after they had completed. هني عندي فعل إن كملوا المشروع. أقدر أقول The students were happy after the completion of the project. اكتمال المشروع. عقب ما أخذ الأربع إجابات اللي موجودين بالتلخيص، وراح نحل تلخيص مع بعض، خلكم معي لنهاية الفيديو. أضيف connectors ببداية الجملة. لقيت الأربع إجابات، غيرتهم، ما أخذهم نفس ما هم، غيرت كل جملة غير، أبدي بconnectors. أقدر أستخدم first, second, third، أقدر أستخدم moreover, furthermore, in addition. إذا شيء عكس أقول however, whereas, on the other hand، وآخر جملة finally, in the end, in conclusion. طبعا في أكثر من هذه الوايد، أنتوا أكيد تعرفون أكثر من اللي موجودين هني، تستخدمون الكونكترز بين الجمل لربطهم على شكل فقرة. خلنا نتدرب على السمري ميكينج. عندي هذه فقرة مثلا حق السمري ميكينج، أي أقرأ أول شيء؟ لا، أروح أشوف السؤال. هذا امتحان تجريبي، ها؟ خلنا نتدرب عدل على السمري. In a paragraph of four sentences only. شوفوا، أربع جمل، مو ثلاثة، مو خمسة، أربعة. In a paragraph of four sentences only, summarize and paraphrase. ها، اكتب بطريقتك أو إعادة صياغة الجمل. In an answer to the following question. شنو السؤال؟ What are the benefits of strength training? What are the benefits of strength training? هذا السؤال له أربع إجابات بالفقرة. عندنا four benefits حق strength training. I have to find them. بعدين أكتبهم هني على شكل فقرة، مو نقاط، على شكل فقرة بأسلوبي، وأربطهم بconnectors عشان أخذ درجة كاملة 60 من 60. وايد سهل التلخيص. خلينا نشوف. أي أقرأ الفقرة؟ It is hard to know where to start when beginning strength training. للحين ما قريت benefit. There are countless exercises you can do, some of which work with certain bodies while others don't. With some familiarity of the basics, you can begin to craft a routine helping you achieve your personal goals. Strength training should be a part of your workout routine due to its numerous benefits. كالحين راح يتكلم عن البنفيتس، مهد لي انه راح يعدد البنفيتس. One purpose of strength training is to build muscles and improve density. هذا واحد. For another thing, راح يعطيني another one. احنا نبي أربعة. Strength training increases the strength of ligaments and joint functionings. It can also help raise good cholesterol levels and lower blood sugar levels. Moreover, most people like strength training because of its most obvious benefit, which is having a slimmer appearance. حددت الأربع إجابات. انتبه على شغلة، ممكن بالتلخيص يكون حاط لي ثلاثة وهذه الجملة مو موجودة آخر واحدة، معناته يبي هذه بجملة بروح وهذه بجملة بروح. Improve bone density, build muscles، لأنهم أصلاً هذيلا يعتبرون إجابتين مختلفين، واحدة إن أنا أبني عضلات، واحدة إن أنا أعدل البون دنسيتي. فممكن أخلي هذه بجملة وهذه بجملة، لكن بما أن هو أوريدي حاط لي أربعة بجمل مرتبين، فقط اللي علي إني أخذهم أكتبهم بأسلوبي، أغير الدام هو حاط لي كونكترز، أغير الكونكترز اللي موجودين، أستعمل غيرهم. فخلني مع بعض
نحط الفقرة قدامنا، نقرأ السؤال مرة ثانية، يبي الـ benefits of strength training. نحط الفقرة قدامنا، إنينا بنكتب، فراح نقول نكتب على شكل فقرة، مو نقاط، على شكل فقرة. خلي اكتبها معاكم. أقدر أقول في سألوني سؤال، طلبوا يسألوني، أقدر أبلش بجملة عامة بعدين أحط النقاط، ولا عادي على طول أحط الأنسر؟ عادي، it's up to you، بس يفضل الجملة الأولى اللي راح تحطون فيها أول إجابة نبدي فيها بشكل مرتب. أقدر أقول there are many benefits such as، أي أشوف build muscles، to build muscles such as، بدل أقول to build أقول building our muscles and making the bone density better، improve يعني to make it better. أنا هني أول واحدة أشوفها بكل بساطة، خذيتهم قلبت عدلت كم كلمة ضفت، صارت هذه الجملة جملتي. الجملة الثانية هو كاتب for another thing، أنا أقول also، لازم أغير، أفضل أني أغير، ما ناخذ copy paste عشان ما ناخذ zero. also كاتب لي strength training increases the strength of ligaments and joint functioning، مو لازم أعرف شنو معناهم، ولا لازم أنا فهمت أنه يزيد، شنو يزيد؟ يزيد هالأشياء. فأقدر أقول also it helps increase the strength of joint and ligaments. Oops, string. Joint and ligaments. عكست، عدلت شوي. Okay, it helps increase. بدل أقول it increases the strength. تمام؟ الجملة الثانية it can also help raise good cholesterol levels and lower blood sugar levels. أقدر أقول moreover، لأن هو قال it can also، أنا بقول moreover strength training helps in keeping your cholesterol and blood sugar levels in a healthy position. يخلي الكوليسترول level healthy، blood sugar level healthy. هو آخر واحد كاتب moreover، أنا لأن بختم راح أقول in the end أو finally it can help you have a slimmer. شوفوا هو شنو قال؟ قال most people like strength training because of its obvious benefit which is having a slimmer appearance. It can help you have a slimmer look أو a slimmer body. بدال look أقدر أقول slimmer body، لأن appearance المظهر. ركزوا أن أنا غيرت، ما خذيتهم copy paste، زائد أن أنا ضفت connectors، ضفت also، ضفت moreover، ضفت finally، زائد أن أنا بديت فكأني أجاوب على السؤال لكن شملت الإجابة الأولى. ليش؟ عشان ما يصيرون خمس جمل. كم جملة؟ هذه واحدة، هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة، أربع جمل فقط. بكذي أكون أنا بالتلخيص استوفيت كل الشروط، غيرت، عدلت، اختصرت، ولقيت الإجابات وحطيتها بكل بساطة بأسلوبي أو طريقتي أو عكست شوي بالجمل، صار عندي summary 60 out of 60 full mark. أتمنى أنكم استفدتوا من الفيديو، حطوا بالكم على التنبيهات اللي أعطيتكم إياها على السمري بداية الفيديو عشان تأخذون كلكم full mark إن شاء الله.